ازيك يا مهدي؟ ازيك يا دكتور؟ دكتور محمود بيشكر فيك قوي، بيقول عليك ان انت من افضل الطلاب اللي عنده في السكشن. والله دكتور محمود هو اللي شاطر جدا وبيوصل لنا المعلومات كويس قوي. طب كويس. دكتور يعني انا اسف مش قصدي، بس هو في حاجة معينة؟ ممكن لو سمحت تمسح الصور اللي على موبايلك بتاعت زميلتك رشا؟ أعتقد أنا كلامي واضح وصريحة معاك، وياريت تحترم الصراحة دي، وإوعى تقول لي إن أنت ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، لأن البنت حكيت لي على كل حاجة. وحضرتك صدقتيها ليه يا دكتور؟ وهي هتكذب ليه؟ مفيش منطق في الدنيا يخليها تقول حاجة زي كده، هو في حد بيشوشر على نفسه؟ والله يا دكتور الصراحة يعني أنا معرفش حضرتك بتتكلمي عن إيه بالظبط. شوف يا مهدي، مش معنى يا حبيبي إن البنت مش عايزة تكمل معاك أو إن أهلها رافضينك ده يبقى رد فعلك من ناحيتها، ومش هقولك أنت ما عندكش إخوات بنات تخاف عليهم، لأ، أنا هقولك حاجة تانية خالص. لو صورة من الصور دي اتنشرت في الجامعة لأي حد، أنا ساعتها اللي هعرف أتصرف معاك. دكتور احنا في جامعة خاصة. يا سلام، وهي يعني عشان جامعة خاصة تفتكر نفسك انك اشتريت الجامعة؟ يا استاذ الجامعة دي قوانينها تابعة للوزارة، والبنت دي انا هعرف اجيب حقها كويس. ده تهديد من حضرتك؟ لا مش تهديد، دي معلومة، عشان البنت دي لو حصل لها اي حاجة صدقني والله هتترد لك انت. من مين بقى؟ من ربنا. يا شكرا يا دكتور، شكرا على النصيحة. اتصل لي باباك لو سمحت. هتقولي له ايه؟ وحتى لو قلتي له مش هيصدقك. هو حضرتك يا دكتور عندك معلومة انا بابن مين؟ امسح الصور من فضلك يا دكتور محمود. والله لا افضحها وهبهدلكم، أنا معايا نسخ تانية يا دكتور من الصور، ومش هبعتها بس للعيال هنا في الجامعة، لا، أنا هنزلها أونلاين. مسحت كل حاجة. معاك نسخة تانية؟ آه. أنا بقى معايا ده. الله لا أفضحها، وعلى فكرة يا دكتور هبهدلكم، ومعايا نسخ تانية من الصور، ومش هبعتها للعيال هنا في الجامعة بس، لا. أنا عايزة مدير شؤون الطلبة، وعايزة ولي أمر الولد ده. أقسم بالله البنت دي لو حصل لها أي حاجة هطلع التسجيل ده وهبلغ عنك.